لو ما شفتش بقى الاجزاء الحق بسرعه شوفهم، هتلاقينا ملخصين اربع اجزاء لخصنا فيهم الجزء الاول والثاني والثالث والرابع، 195 حلقه من المتعه والاثاره والاحداث الجامده لخصناهم كلهم بالتفاصيل في اربع فيديوهات. لو لسه ما شفتهمش ارجع بسرعه شوفهم وتعالى كمل معانا. وبعد ما تكمل معانا وتطلع من الفيديو ده خش على ارك وان وارك البيجمام، هتلاقينا ملخصينهم كلهم وبالترتيب. في البدايه اتاكد انك حاطط اللايك الجميل ومشترك في القناه، وما تنساش تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا نكمل حكاية لوفي مع بعض. شفنا الجزء اللي فات ارك جزيرة السماء ومغامرة الطاقم اللي كانت حاجة فوق العظمة، وبعدها نزل الطاقم الى البحر الازرق تاني، واول ما بينزلوا بيقول لوفي يلا بسرعة على الجزيرة اللي بعدها. بعدها بشوية وبيوصلوا لجزيرة وبينزلوا فيها وبيبدأوا يتمشوا فيها، وفجأة بيلاقوا شخص غريب هناك، جسم روبين بيرتعش وبتقع على الارض. بتقول لهم ان ده عضو من المارين ومن القوى العظمى للبحرية الادميرال او كي جي. بتقول لهم روبين ان في ثلاثة برتبة ادميرال بس في البحرية، اكاينو اوكيجي وكيزارو. بيقول لهم اوكيجي ما تخافوش انا مش هعمل لكم حاجه، انا جاي اتمشى وبس. بعدها بيظهروا ناس غريبه كتير على الجزيره، بيقول لهم ان هم ما اكلوش حاجه من ايام، وبيساعدهم الطاقم وبياكلوهم معاهم، وتشوبر بيعالج المصاب فيهم. ولما بتيجي الناس دي تمشي بنشوف قوه اوكيجي الكبيره اللي بيستخدمها ويخلي البحر كله عباره عن تلج. بيقول لهم امشي عليه لحد الجزيره الجايه. بيقعد اوكيجي وبيقول للوفي ان هو شبه جده، وبيقول لهم ان هو جاي هنا عشان يشوف روبين. بيقول اوكيجي دلوقتي ان هم بقى تهديد كبير للحكومة العالمية، وخصوصا ان روبين من الطاقم ده. بيسألوا سانجي ايه مشكلتك مع روبين، بيقولوا ان دي قصة قديمة. بيقول لهم ان كل مجموعة روبين انضمت ليها اتدمرت، وده سبب كافي بس عشان يعرفوه. بيهاجم اوكيجي على روبين بس زورو بيوقف هجومه، وسانجي ولوفي بيهاجم على اوكيجي بس بيهزمهم هما التلاتة وهو واقف مكانه. بيمسك اوكيجي روبين وبيحول جسمها كله لقطعة من التلج. بيغضب لوفي، بيقول اوكيجي ما تخافش لسه عايشة بس هتموت لو فضلت كده. بيجري لوفي على روبين وبيحدفها الاوسب اللي بياخدوها وبيهربوا. بيقف لوفي بيقول لزورو وسانجي ونامي ان هو عاوز يقاتل اوكيجي لوحده. بيهاجم لوفي على اوكيجي وبيضربه بس جسمه التلج بيتكسر ويرجع يتجمع تاني، وبيمسك لوفي بيحول جسمه لقطعه من التلج هو كمان. بيقول اوكيجي لوفي ان هو قريب جدا روبين هتكون عقب عليه، وبيقول ان هو هيسيبه في الوقت الحالي وبيمشي. بعدها بيحضر زورو وسانجي وبيشوفوا لوفي هو التلج مغطيه كله، وبياخدوه ويرجعوه للسفينه عشان يتعالج جوه. بعدها بشويه بتفوق روبين وبتبقى زي الفل والحمد لله. بعد ما بيمشوا في البحر فجأة بيلاقوا ضفدع كبير بيعوم في المية، بيمشوا وراه وفجأة بيلاقوا قطر كبير داخل عليهم. بعدها بيقابلوا بنت صغيرة اسمها تشيمني والست الكبيرة اسمها كوكر. بيسألوها ازاي القطر ده قادر يمشي في المية، بتقول لهم ان في قبضان تحت المية بيقدر يمشي عليها القطر ده، ومفيش قطر زيه في اي مكان تاني. بتقول لها نامي ان البوصلة بتاعتها مدية اتجاه جنوب، وكوكر بتقول لها ان هم كده في طريقهم لمدينة الووتر 7. بتقول لهم ان الووتر 7 مدينة جميلة ومليانة احواض البناء وتصليح السفن، وهي الممول الرئيسي للسفن للحكومة العالمية. بيتحمس لوفي بيقول ان هم يروحوا هناك عشان يضموا نجار للطاقم بتاعهم، وبالمرة يصلحوا السفينة اللي اتهلكت معاهم في الرحلات اللي فاتت دي. بتديهم كوكر خريطة للمدينة وبتديهم جواب وبتقول لهم يدوروا على شخص اسمه ايسبرغ وهو هيصلح السفينة بتاعتهم. بيشكر الطاقم كوكر وبيسيبوهم ويبدأ رحلتهم للمدينة. بيوصل الطاقم للمدينة وبيشوفوها وبيشوف الشلالات اللي نازلة منها، وبتكون المدينة جميلة جدا. بيوقفوا السفينة وبتنزل نامي ومعاها لوفي واوسف عشان يبيعوا الذهب اللي معاهم اللي اخدوه من جزيره السماء، ويلاقي الراجل اللي اسمه ايسبرغ اللي كوكر قالت لهم عليهم عشان يصلح السفينه بتاعتهم. بيمشوا وسط المدينه وهم عمالين يتفرجوا على الاماكن اللي فيها. على السفينه بيسال سانجي زورو على مكان روبين، بيقول ان هي نزلت هي وتشوبر للمدينه، وبيقول بعدها ان هو هينزل يشتري حاجات هو كمان. نشوف روبين وتشوبر وهم ماشيين، وفجاه بيلاقي تشوبر مكتب للكتب وبيخش جواه، وفجاه حد بيعدي من جنب روبين وبيقول لها سي بي نايت. بيظهر في عين روبين الخوف، وبيطلع تشوبر من المحل بيلاقي ان روبين اختفت. في الوقت ده بيهاجم حرامية على السفينة عشان يسرقوها، بس زورو بيهزمهم كلهم بكل سهولة وبيقولوا له ان هم هيرجعوا له تاني. بيقدر روفي واسب ونامي ان هم يبيعوا الذهب وبياخدوا قصاد 300 مليون بري. بعدها بيروحوا الطاقم عند محطة تصليح السفن وبيقابلوا الراجل ده وبيسألوه عن ايسبرغ، وبيقول لهم ان هو العمدة بتاع المدينة وصاحب شركة جالي لإصلاح السفن. بيقولوا له ان هم جايين عشان يصلحوا السفينة بتاعتهم، وبيسألهم على مكان السفينة بتاعتهم،
وبيقولوا له ان هي على الشاطئ اللي على طرف الجزيره. بيقول لهم ان هو هيروح يشوف حاله السفينه وهيجي. بيقابلوا بعدها ايسبرج بيعرفهم بنفسه والمساعده بتاعته اسمها كاليفا. بيقول لهم ان هو هياخدهم في جوله في محطه تصليح السفن. فجاه بيبصوا بيلاقي ناس شبه اللي هجم على زورو وسرقين الشنط بتاعتهم. بيقول ايسبرج ان دول اسمهم عائله فرانكي، وبيظهر نجار من النجارين اللي شغالين معاه وبيضرب الحراميه دول. النجار ده اسمه باولي، واللي على كتفه الحمامه ده اسمه لوتشي. بيسالهم اصب على عائله فرانكي، بيقول لهم ان هم ضعاف بس رئيسهم فرانكي بيكون اقوى الناس في مدينه لوتر 7. بيخش بعدها لجوه وبيشوف العمال وهم شغالين، وبيشوفوا قد ايه الناس بتحب ايسبرج. بتقول لهم المساعده بتاعته ان كان في 7 معامل لتصليح السفن، بس ايسبرج بمهارته قدر انه يوحدهم كلهم. وبتقول ان هو دلوقتي صاحب شركه جالي، اكبر شركه لتصليح السفن في البحر. في نفس الوقت بنشوف تشوبر وهو بيقابل سانجي وبيساله اذا كان شاف روبين ولا لا. بيحضر النجار اللي اسمه كوكر اللي كان قايل لهم هيروح يشوف السفينه. بيقول لوفي ونامي ان السفينه مش هتقدر تكمل معاهم تاني في البحر، وانه مستغرب ازاي قدرت توصلهم لحد هنا. بيقول لهم حتى لو اتصلحت بالقوه فهي مش هتقدر تكمل في البحر تاني او حتى للجزيره الجايه. بنشوف تشومر وسانجي وهم راجعين للسفينه، وسانجي بيقول له ان هو قلقان من كلام اوكيجي على روبين وعلى ماضيها، وانه خايف يكون اثر عليها بالكلام ده. في نفس الوقت كان لوفي غاضب جدا وبيقول ان هم مش هيغيروا سفينه الجوينج ميري مهما حصل. وهم بيتكلموا فجاه بيجي ناس من البحريه وبيطلب النجارين من لوفي ونامي انهم يستخبوا. وهم مستخبيين بيقول لوفي ان هو حاسس ان الشنط اللي معاه بقت خفيفه، وبيفتحوا الشنط ومش بيلاقوا اي حاجه فيها. بيزعق لوفي وبيقول ان الفلوس اتسرقت، بس بيلاحظ ان اوسب بقاله فتره مختفي. بيقول واحد من النجارين انه شاف شخص بمناخير طويله مع عائله فرانكي. بيقول لوفي ونامي ان ده اوسب وكده عائله فرانكي هي اللي سرقت الفلوس، وبسرعه بيجري لوفي عشان يدور عليه. بتسال نامي باولي على مكان تواجد عائله فرانكي. بيقول لهم ان بيتهم في الشمال الشرقي على الساحل. بتاخد نامي القارب بتاعها وهي ماشيه بتشوف اوسب وهو مضروب ومرمي على الارض. بيبدا اوسب يعيط وبيقول لنامي ان عائله فرانكي خدت منه الفلوس عشان هو ضعيف. بتقول نامي لاوسب ما تقلقش هنجيب الفلوس منهم تاني، وتقول له ان هي هتروح تجيب له تشوبر عشان يعالجه. في الوقت ده بنشوف بيت عائله فرانكي وبنشوفهم كلهم وهم فرحانين جدا وبيحتفلوا بالفلوس اللي اخدوها. فجاه بيخش عليهم اوسب وهو جسمه كله دم. بيقول لفرانكي رجع الفلوس اللي انت اخدتها. بيقف فرانكي وبيبص له وبيقول له ان السرقه من القراصنه ما بتعتبرش جريمه اصلا لانها في الاغلب فلوس مسروقه. بيقول له فرانكي ان هو هيروح يصرف الفلوس دي وبيسيبه للرجاله بتاعته تكمل في ضرب. بيقابل زورو وسانجي وتشوبر لوفي وبيسالهم على مكان اوسب، وبيقولوا له ان هو غالبا راح يقاتل عائله فرانكي لوحده عشان حاسس بالمسؤوليه عن اللي حصل ده. بيروحوا بعدها البيت فرانكي وبيلاقي اوسب وهو شبه ميت من قوه الضرب، وبيخش هم الاربعه وبيمسكوا عائله فرانكي وبيبداوا يضربوا فيهم بكل قوتهم وبدون اي رحمه. بيدمر البيت بتاع فرانكي على اللي فيه. بياخدوا اوسب بعدها جوه السفينه وبيعالجوه. بيفوق اوسب وبيسالهم عملتوا ايه مع النجارين وهل هيقدروا يصلحوا السفينه بشويه الفلوس اللي معانا دول ولا لا. بيقول له لوفي ان هم قرروا يغيروا السفينه بعد ما شافها النجارين وقالوا ان هي مش هتقدر تكمل في البحر تاني. بتظهر الصدمه في عيون اوسب وبيقول لوفي ان هو اكيد بيضحك عليه وان دي مجرد كذبه، بس بيعرفه انه بيتكلم بجد. بيغضب غضب شديد جدا وبيبداوا يزعقوا لبعض. بيقول لوفي ازاي تاخد قرار ده لوحدك. اوسب رافض فكره التخلي عن السفينه عشان هي هديه من صديقته اللي شفناه في الجزء الاول. بيتخانق اوسب مع لوفي وبيقول اوسب للوفي طالما هتتخلى عن السفينه فتخلى عني انا كمان. بيقول له سانجي بطل تقول كلام غبي زي كده، بس اوسب بيقول له ان هو كان بيفكر في كده من زمان وانه اضعف واحد في الطاقم وانه عقبه قدامهم بس. بيخرج اوسب وبيسيب الطاقم وبيقول له ان هو هيسيب الطاقم من دلوقتي. بيمشي اوسب وبيقول للوفي ان السفينه دي بتاعته عشان هو قائد وان هو هيقاتله على ملكيه السفينه. بيجي الليل وبيقف لوفي واوسب في مواجهه بعض. بيهاجم اوسب عليه بالكور المتفجرات بتاعته. بيحاول لوفي يهرب منها بس اوسب بيحاول وهو عارف انه ما عندوش فرصه قدام لوفي وبيتهزم منه في النهايه. بيقول له لوفي ان السفينه بقت بتاعته دلوقتي ويعمل فيها اللي هو عايزه واحنا هنشوف سفينه جديده. بيرجع لوفي وهو بيعيط وبيقول زورو ان دي مسؤوليه القائد ولازم ما يحسش لا بالضعف ولا بالانكسار للحظه والا الطاقم بتاعه هيتفكك. بعدها بنشوف الطاقم وهم في المدينه ولقوا مكان يقعدوا فيه. بتخش نامي عليهم وبتقول لهم ان مدينه الووتر 7 كلها مقلوبه عشان ايسبرج اتعرض لهجوم واتضرب بالنار. بيروح لوفي ونامي عشان يشوفوا ايسبرج، وسانجي وتشوبر بيقولوا ان هم هيكملوا بحث عن روبين. وبنشوف بعدها فرانكي اللي بيروح لبيته وبيلاقيه كله متدمر، وبيقولوا له الناس اللي شغالين معاه ان لوفي هو اللي عمل فيهم كده. بيغضب فرانكي وبيقول ان هو هينتقم من قبعه القش لوفي، وفعلا بيروح فرانكي عند لوفي وبيقف فوق وبيقول له ان في حساب ما بينهم ولازم يصفوه دلوقتي. بنشوف ايسبرج جوه بعد ما فاق. بيقول لهم ان اللي ضربه بالنار كان شخص مقنع وكان معاه بنت طويله، وبيقول ان البنت دي كانت المجرمه المطلوبه من الحكومه روبين. في الوقت ده بنشوف قوه فرانكي اللي بيهاجم على لوفي وبيقدر يضربه. بيقع
عرفي على الارض. فرانكي هو عباره عن انسان وفي قطع اليه كتير. بيقولوا نجارين ايسبرج ان طالما اللي عمل فيه كده روبين يبقى لوفي وطاقم قبعه القش هم المسؤولين. وبره المعركه بين لوفي وفرانكي بتكون مكمله ولسه بيهاجموا على بعض وبيدمروا كل حاجه حواليهم. بيجي بعدها النجارين وبيهاجموا على لوفي. لوفي مش فاهم ايه السبب. بيقولوا له ان هو اللي هاجم على ايسبرج امبارح وكان معاه روبين. بيفضلوا يهاجموا على لوفي بس في النهايه بيقدر ياخد نامو ويهرب من المكان. بيقول لوفي النامي ان هو هيروح يشوف ايسبرج ويعرف هو ليه اتهمهم بالاتهامات دي. وفعلا بيقتحم لوفي المكان ولما بيعرف ايسبرج بيطلب من المساعده بتاعته ان هي تدخله. بيسالوا لوفي ليه بتقول ان احنا اللي عملنا كده. بيقول ان روبين فعلا هي اللي عملت كده وهو شافها بعينيه. وبعد كلام طويل ما بينهم بيطلع لوفي وبياخد نامو وبيمشي وهو بيفكر في كلام ايسبرج. بعدها بنشوف روبين وهي قاعده في مكان غريب ومع اشخاص غريبه وبيقولوا لها ان النهارده هيخلصوا على ايسبرج. في الوقت ده بتعرف المدينه كلها بخبر جريمه قبعه القش لوفي وبيبداوا يطاردوا افراد الطاقم. بيقدر تشوبر وسانجي ان هم يشوفوا اخيرا روبين. وسانجي بيقول لها يلا عشان نرجع بسرعه. بتقول لهم روبين ان اللي كتب عنها صح وان هي اسفه ان هي ورطتهم في مشكله زي كده. وبتقول لهم ان هي خلاص رحلتهم مع الطاقم بتنتهي هنا. وبتقول ان هي مش هتعمل حاجه للطاقم غير ان هي هتوقعه في المشاكل وبس وان وجودها في الطاقم خطر عليهم ومن الافضل ليها انها ما تكونش موجوده معاهم. سانجي وتشوبر مش فاهمين حاجه من كلام روبين وبعدها بتسيبهم وبتمشي. بيقول سانجي لتشوبر يروح للوفي والباقيين ويقول لهم كل حاجه قالتها روبين وما ينساش ولا كلمه وهو هيروح يعمل حاجه تانية. في الوقت ده كان لوفي ونامي وزورو بيهربوا من سكان المدينه اللي بيطاردوهم وبيتهموهم ان هم اللي هاجموا على ايسبرج. بنشوف اوسب وهو قاعد لوحده عند السفينه وبيحاول يصلح فيها اي حاجه. بيروح تشوبر ويحكي لوفي والباقيين كل حاجه ولوفي بيبان في عيون الغضب وبيقول لزورو ان روبين والشخص اللي كان معاها هيحاول يقتلوا ايسبرج النهارده والمره دي الاتهامات هتتوجه للطاقم فلازم يمسكوها ويعرفوا منها كل حاجه قبل ما تعمل كده. بيروح تشوبر ولوفي وزورو ونامي عند مقر شركه جالي وبيشوفوا النجارين وسكان المدينه واقفين قدام المبنى في حراسه ايسبرج. بنشوف روبين وهي والشخص التاني واقفين بره وهم بيجهزوا للهجوم وبيحصل انفجار كبير جدا قدام المبنى وبيقول الشخص اللي مع روبين ان هي دي اشاره الهجوم. وبنشوف باولي وهو في اوضه ايسبرج وفجاه بيدخل عليهم الاتنين اللي لابسين اقنعه غريبه وبيقول له سلمنا الاوراق بتاعه املاك ايسبرج. بنشوف روبين وهي والشخص التاني اللي معاها بيوصلوا كمان لمكان ايسبرج وبنشوف قوه الشخص ده انه بيقدر يفتح اي بيبان في اي حيطه مهما كان. واول ما بيخش بيضرب الشخص اللي مع روبين ايسبرج بطلقه في كتفه وبيقع بعدها على الارض. بيقول الشخص ده لروبين ان هو هيروح يخلص على النجارين اللي بره واول ما يجيبوا الاوراق بتاعت املاك ايسبرج هيديها الاشاره عشان تقتل ايسبرج. بتجري نامي وزورو وتشوبر على المبنى بعد ما لوفي سبقهم وبنشوف في الوقت ده ان لوفي طار بعيد عن المبنى بسبب الانفجار. بنشوف الشخص اللي كان مع روبين وهو تقريبا خلص على الناس الموجودين في المبنى. بنشوف ايسبرج وهو بيتكلم مع روبين وبيقول لها ان هي المفروض ما تساعدش البحريه انهم ما يلاقوش السلاح اللي مكتوب على البونجليف التاريخ بما انها هي الشخص الوحيد في العالم اللي يقدر يفك شفرته. وبتقول له روبين مالكش دعوه بيا ومالكش علاقه بالموضوع ده. بس ايسبرج بيقول لها ان الحكومه بتطرده عشان هو معاه الخرائط التاريخيه لسلاح بلوتون. وبنشوف الصدمه على وش روبين. بيقول لها ايسبرج بيقول لها طول ما انت عايشه ففرصه ان الاسلحه التاريخيه دي ترجع تاني. في الوقت ده بنشوف باولي بعد ما اتهزم ووقع على الارض والاتنين اللي قدامه بياخدوا الاوراق اللي معاه بس بيلاقوا ان الاوراق دي مزيفه ومش الخرائط الحقيقيه. وهم واقفين بيتكلموا فجاه بيخش عليهم لوفي وبيهاجم عليه واحد منهم والتاني بيستخدم قوته وبيقدر يحبسه. بيروح بعدها كل الناس المقنعه دي لاوضه ايسبرج وبيقول لهم وهو واقع على الارض ان الخرائط الحقيقيه للسلاح مش معاه وبيرفعوا الاقنعه بتاعتهم وبيظهروا ان هم النجارين اللي كانوا شغالين مع ايسبرج لوتش وكوكو كاليفا وواحد كده اسمه بلونو. وبيظهر ان هم كانوا من الاول رجاله الحكومه وهم اللي ورا كل ده. الامور بتتعقد اكتر والاحداث الجايه هتبقى كلها صراعات وصدمات ولوفي والطاقم عايزين يرجعوا روبين. هنشوف روبين هتختار ايه في النهايه. لو انت وصلت لحد هنا يبقى شكرا جدا جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبك وما تنساش الاشتراك واللايك وانكم تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وسلام.